انا فاشل له سمع انا فاشل. لا ترضى من نفسك انك تعيش زي ملايين البشر اللي عايشين على هامش الحياة ما لهم وزن ولا قيمة. خليني اسألك سؤال، هل فشلت في تحقيق شيء مهم في حياتك كنت تحلم به؟ هل فشلت في تحقيق شيء كنت فعلا تتمنى كإنجاز تضيفه لعملك وتمنيته؟ هل مررت في حياتك بمعاناة وحزن وآلام وإحباطات؟ خليني أقول لك على شخص عاش معانا في هذا الكوكب، شخص فشل في التجارة وعمره 24 سنة، وفشل مرة أخرى في البزنس في التجارة وفقد ماله وعمره 31 سنة، ثم حاول مرة ثانية وعمره 34 سنة وفشل، وأصيب بانهيار عصبي وهو عنده 36 سنة من كثرة الخسائر التي مني بها، ثم اتجه إلى المجال السياسي ففشل في الانتخابات لدخول الكونغرس كعضو فيها وعمره 38 سنة، ثم فشل مرة ثانية أن يدخل الكونغرس وعمره 40 سنة، ثم فشل مرة ثالثة وعمره 42 سنة، ثم فشل مرة رابعة وعمره 46 سنة، ثم فشل مرة خامسة وعمره 48 سنة، ثم فشل أن يكون نائب للرئيس وعمره 50 سنة، فشل في الانتخابات وعمره 50 سنة، ثم اختير رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وعمره 52 سنة. هذا الشخص هو إبراهيم لينكولن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الملقب بمحرر العبيد، تعرفه؟